هتفترضون مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا، وهذا اللقاء المتجدد من حوار مفتوح. حوار مفتوح هذه الليلة على موعد مع قضية هامة للغاية. مصر على موعد مع نهضة جديدة، والنهضة الجديدة لن تتم على أرض مصر بشكل حقيقي بإغفال أو تجاهل دور العلم في تحقيق النهضة على أرض مصر. مصر بصدد مشروع قومي للبحث العلمي. مصر بدأت بالفعل أولى خطواتها نحو إقرار دور البحث العلمي في تحقيق نهضة حقيقية على أرض الواقع. النهضة العلمية لن تكون بالأصل إلا باستعادة العقول المصرية المهاجرة التي هاجرت مصر طوال سنوات العهد البائد، طوال 50 سنة الماضية. هاجرت العقول المصرية المتميزة المبتكرة إلى كل أنحاء العالم. علماء مصر موجودين في كل جامعات العالم المتقدمة، معظم البرامج النووية الموجودة في معظم الجامعات العلمية القائمين عليها في الأصل هم مصريون. العقول المصرية راحت للشرق في اليابان وذهبت إلى الغرب في أمريكا. العقول المصرية منتشرة في كافة الربوع العلمية والبحثية في كافة جامعات أوروبا. نحن على موعد هذه الليلة مع اثنين من رموز الحركة البحثية في مصر. نحن على موعد مع واحد من أبرز العقول المصرية المهاجرة التي استطاعت أن تحفر للمصريين مكانا قويا وسط أصحاب العقول، وسط من تميزوا بابتكارات أبهرت العالم. معانا ومعاكم على الهواء مباشرة هذه الليلة على قناة الشباب العالم المصري، ممكن تسمحوا لي بدقيقتين ثلاثة أقول في التايتلز بتاعت الدكتور عالمنا المصري الجميل الرائع اللي بنسعد باستضافته الليلة على قناة الشباب في حوار مفتوح. هو أستاذ علوم النانو تكنولوجي بجامعة واسيدا بطوكيو، دي رقم واحد في اليابان. ثانيا، هو رئيس المجموعة البحثية بالمعهد القومي الياباني لعلوم المواد بطوكيو، حاصل على الدكتوراه من جامعة سوانتي هيمون بإنجلترا، ساوث هامبتون. أسف إن أنا ما نطقش الاسم صح، لكن هنصححه تاني. قدم ألف أكثر من 100 بحث علمي شامل في مجالات علمية متخصصة بعلوم المواد في مجلات علمية واسعة الانتشار. له أكثر من 20 براءة اختراع آخرها خاصة بكشف العلمي لمواد إزالة الإشعاع النووي في اليابان، وله مشاريع تنقية البيئة من الملوثات في مياه الهواء والصرف الصحي. هو واحد من أبرز الباحثين في علوم النانو تكنولوجي. هو باحث علمي مصري طنطاوي أصيل، فهو في الأصل أستاذ في جامعة طنطا. اسمحوا لي أن أرحب بداية بضيفي العالم المصري الأصيل، أحد العقول المهاجرة التي نشرف بوجوده معنا في استديو الشباب هذه الليلة، الأستاذ الدكتور شريف الصبطي. دكتور شريف، أهلا وسهلا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. استضافة الدكتور شريف العالم المصري الطنطاوي الأصيل اللي معاه هذه الإنجازات البحثية اللي هنقف عندها واحدة واحدة في هذه الحلقة. ما نقدرش نغفل دور واحدة من أهم النقابات المصرية التي استعادت تواجدها على الساحة المصرية في أوقات أخيرة بعد إجراء أول انتخابات ديمقراطية ربما في تاريخها، هي نقابة العلميين التي يقع على عاتقها دور هام للغاية في استعادة هذه العقول المهاجرة لأرض مصر مرة أخرى. واسمحوا لي أن أرحب بأمين عام نقابة العلميين الأستاذ الدكتور علاء عيسى. دكتور علاء، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور علاء. اسمحوا لي ابدا مع دكتور علاء ونقابه العلميين ودورها، وبعدين نرجع لنجم قناه شباب هذه الليله دكتور شريف صفتي. دكتور علاء، خليني ابدا معاك. نقابه العلميين بفضل الله استعادت مكانتها الحقيقيه في مصر، استعادت دورها الحقيقي في مصر يعني انتخاب كوكبه من رموز العلميين في مصر لتشكيل مجلس اداره نقابه العلميين مؤخرا. ايه الدور في وجهه نظرك الواقع على عاتق نقابة العلميين في استعادة هذه العقول المهاجرة وما أكثرها بالمئات منتشرة في كل ربوع العالم، وحضرتك أقدر مني في تعديد هذه الأسماء، إيه دور نقابة العلميين في هذه الفترة المهمة والحساسة لبناء مصر الجديدة بكافة مؤسساتها، وليس أهم ولا أبرز من اعتماد البحث العلمي مشروعا قوميا وقاطرة أساسية لتنمية مصر؟ اولا انا بشكر قناه الشباب، احنا اللي بنشكرك على هذه الاستضافه ربنا يخليك وتعاونها معانا في فتره الانتخابات. وبشكر الساده الاخوه الساده العلميين
اللي أعطونا ثقتهم واختاروا مجلس يمثل العلميين تمثيلا حقيقيا، إن شاء الله أنت قدها دكتور إن شاء الله. وهي أمانة، يعني أمانة ثقيلة وحمل ثقيل لا يستطيع المجلس وحده أن يقوم به، وإنما يعني بأدعو كافة الإخوة العلميين في كافة مجالات العمل، في الجامعات، في المصانع، في المعامل، أن يتكاتفوا معنا حتى تستعيد النقابة مكانتها، وحتى يستعيد العلميون مكانتهم، نعم لأن النهضة هي بالعلم تنهض مصر. نعم فحتى تنهض مصر بالعلم لابد أن يتكاتف العلماء جميعا حتى نرتقي بمكانة العلميين في كل مكان. بكل تأكيد. دكتور خليني أنتقل لنجم هذه الحلقة دكتور شريف الصفتي العالم المصري. دكتور شريف أهلا وسهلا الله بك أولا، يبارك فيك، ربنا يوسع وإحنا عليك. سعداء بوجودك معنا صراحة. أنا سعيد كذلك بوجودك معنا، ربنا يعني ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء آمين الله. يا رب العالمين. دكتور شريف أولا شعورك إيه وأنت كعالم مصري بالتأكيد قضيت رحلة علمية طويلة في طوكيو، بلد العلماء، بلد الابتكارات، بلد المفكرين، وربنا أكرمك أن تميزت وسط هؤلاء المبتكرين الذين حيروا العالم بابتكاراتهم حقيقة. يعني نعم، كيف استطاع الدكتور شريف الصفتي بداية أن يصنع لنفسه مكانا متميزا وسط هؤلاء الذين يمثلون صفوة العقول المفكرة ربما في العالم أجمع؟ الحقيقة هي لونج ستوري يعني صح. خلينا نتفق على مبدأ عاوزين كلام بالعربي عشان احنا هنا عشان اهلنا في طنطا يسمعونا. نعم، هي الحقيقة قصة طويلة يعني أنا قضيتها في حياتي بصراحة، مش طويلة مثل مثلا أساتذة زي الدكتور سويد والدكتور مصطفى السعيد وغيرها، مع إن براس كبير جدا، لكن دعني أقول رحلة بدأت ما بعد الدكتوراه، حصول على الدكتوراه وتعييني مدرس في كلية العلوم جامعة طنطا سنة 2000 لما جيت من إنجلترا. والحقيقة يعني حصل بالنسبة لي زي حاجة تشوك كده، اللي هي دايما بتيجي لأي واحد اللي هي زي صدمة العودة دائما يعني. يعني لو سألت أي واحد من زملائنا اللي عاشوا في الخارج ولو فترة صغيرة أو كبيرة، دائما بيحدث في العصر الماضي عبارة عن هذه الصدمة. على قد يعني على قدر عنف هذه الصدمة بتكون المغامرة الكبيرة جدا في المقابل أو يعني على حجم هي الأزمة. ربما بعض مشاهدينا ما ياخدش باله الصدمة دي، يعني هذا التعايش صدمة التغير مع البحث الواقع. العلمي الموجود في الخارج، ونرجع لهذا التأخر اللي احنا لا نزال غارقين فيه. نعم، هو صدمة التغير في يعني واقع الحياة اللي الإنسان كان بيلاقيها بره في الخارج مثل بلد زي إنجلترا، وصدمة داخلية من التعامل مع الإنسان على أي حال في جميع النواحي، سواء كان الإنسان كإنسان أو الإنسان كأدبيا كإنسان متعلم أو يعني في البحث العلمي على شكل الأمور، أو أنه أستاذ في الجامعة له بعض التكليفات التي يفرضها عليه المجتمع وهو لا يستطيع أن يلبي هذه يعني التكليفات من كل مناحي الحياة، ثم بعض التكليفات التي قد يفرضها عليك يعني الحث الإحساس أنك تريد أن تكون شيء. وخاصة أن واحد مثلا تعلم في علم النانو ماتريال مثلا اللي هي العلم المواد النانو ماترية، وكانت يعني في عهد التسعينات بداية علم اللي هو النانو تكنولوجي بيحدوث طفرة في تصنيع المواد النانو ماترية، ومن فضل الله علينا ان احنا يعني انا علي شخصيا ان انا لحقت هذا الامر وبدأته في جامعة ساوث هامبتون، ثم جيت يا حضرتك اللي بدأت هناك؟ الحقيقة انا بدأت هذا انا مش بدأته بدأته في الامر، لكن انا طورت ما كانوا عليه بيعملوا. طب واحنا بنطور لليابانيين، خلينا والنبي نشوف هذا المقطع اللي بثه التلفزيون الياباني. مشاهدينا الكرام، هنشاهد مع حضراتكم الدكتور شريف وهو لسه بيتكلم على انه طور لليابانيين في علم النانو ماتيريال والنانو تكنولوجي. خلينا نخرج مع حضراتكم لمشاهده هذا التقرير القصير اللي بثه التلفزيون الياباني عن الدكتور شريف الصفتي وبعض مبتكراته، هنشوفه مع حضراتكم ونرجع تاني معاكم للاستوديو. وهذا المشوار الطويل من الجهاد العلمي للدكتور شريف الصفتي، هنشوف الفيديو ونرجع مع حضراتكم تاني، فتابعوا.
次です。 放射性物質に汚染された水を浄化する新たな素材が開発され、開発したグループは東京電力福島第一原子力発電所での復旧作業にも役立つものだとしています。新素材を開発したのは筑波市にある独立行政法人物質材料研究機構の原田光明リーダーのグループです。開発した素材は3種類で、いずれもおよそ10ナノ、 1ミリの10万分の1ほどのごく細かな穴が開いた酸化系素を材料にしていて、穴の中にある化合物が水に溶け込んだ要素とストロンチウムを吸着します。これまで使われていた素材と異なり、放射性物質が海水などに混じっていても高い浄化機能を発揮し、要素については一定量を吸着すると色が変わり、作業が効率化できるということです。 研究グループは開発した新素材を福島第一原発の事故で放射性物質に汚染された水を浄化する作業などに活用できるのではないかとしています。We expect our material can go through in this, I mean, in real applications in the radioactive nuclear, I mean, area. It can possibly be used very effective. I hope so. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي ان انا امارس لكم دور الترجمه من اللغه اليابانيه، وانا كنت ما اعرفش فيها حاجه، لكن الدكتور شريف ساعدنا بترجمه بعض الكلمات اللي اتقالت في التقرير. الدكتور شريف قال انه مقدمه هذا المقطع الفيديو للتلفزيون الياباني بيقول ان احنا بنقدم لكم دلوقتي مكتشف علمي عن ازاله المواد المشعه باستخدام المواد النانومتريه في المعهد القومي باليابان التي يمكن استخدامها بسهوله في اليابان. الدكتور شريف، يا ريت تقول لنا ايه حكايه التقرير ده، وايه يعني احساسك كده؟ انت المشكله ان وانت في وسط اليابانيين شكلك مد عليهم شويه، فاحنا انا تهت صراحه لما عرفت حضرتك وسطهم. هل ده يسعدك يا دكتور وانت بتتعامل معاهم هناك يعني؟ لا انا شكل اليابانيين ده، لا انت بتظلمني كده. هم اللي شبهك يا دكتور. قصه التقرير ده كانت ايه بقى؟ انت بادئ من النهايه، خد بالك. يعني انت كده بادئ من حوالي شهر او شهرين. وبعد ما يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، بعد ما حدث في فوكوشيما دايتشي، فوكوشيما دايتشي دي منطقه يعني بريفيكشن موجوده في شمال اليابان، لما حدث اللي هو الديزاستر اللي هي الكارثه اللي هي كارثه هيروشيما المعروفه، فوكوشيما. نعم. فوكوشيما. فوكوشيما. خد بالك بس عشان اسامي داخله بعضها فوكوشيما. فوكوشيما ده حدث اللي هو زلزال كان في المنطقه اللي احنا كنا قاعدين فيها بشويه. يعني كانت هو معروف بشكل يعني طبيعي ان اليابان معظمها منطقه زلازل وبراكين. نعم. خلص بس مع حضرتك، فحدث بعد الزلزال حدث في تسونامي، لكن الزلزال كان قوي جدا وكان السنتر بتاعه في المحيط، فعمل هيتنج يعني ايه، ضرب فوكوشيما. فوكوشيما ده للاسف كان فيها محطه نوويه، ولحد ما كانت فيها يعني ايه قديمه شويه. بعدها بساعه او اثنين طبعا لما حدث تسونامي، التسونامي كان حوالي 15 متر، فحدث طبعا العمليات كل حاجه وقفت تقريبا في المنطقه دي كلها يعني. وبعدين حدث اللي هو بعدها الانبعاث الاشعاع من اللي هو البلانتس، النيوكلير بلانتس اللي عاملين. وبعدها يعني حدث انبعاث، وبعد كده حدث انفجار بعدها بيوم او اثنين في هذا المفاعل النووي. في المفاعل النووي. نعم. ده كان تسرب كبير جدا، ويعني حدث يعني هرج ومرج كبير جدا في اليابان. نعم. وخاصه مع المغتربين والناس يعني سابت المكان وكده يعني. المهم يعني سبحان